حياتك واستنهض همم النوام. قم حرك أمة مليار، فالأمة ترجوك همام. وانشر بين الناس الحسنى، واعقد عزمك في قدام. غيرها دنياك لتحياك حياتك والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة وموضوع جديد مع غير حياتك. قاعدين في موضوعنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقفنا في الحلقة اللي فاتت ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اليوم في حلقتنا إن شاء الله هنتكلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أيها الأحباب، هذا الرجل يستحق أنه يظل تحت ظل عرش الرحمن. علاش؟ لأنه أخلص مع الله عز وجل نفسه وشهوته، وامرأة ذات منصب وجمال ودعته إلى نفسها وهو يجاهد نفسه، مع ذلك ترك كل هذا الأمر لله. وهذا من الإحسان أيها الإخوة، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول في هذا القائل: إذا ما دعيت لريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالله عز وجل هو الذي خلق الظلام وهو الذي يراني جل في علاه وتبارك في علياه، وهو الذي يعلم ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء أو الصماء. أفضل قصة نستحضرها في هذا الباب هي قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز. يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما دعته إلى نفسها. يقول الله جل في علاه وتبارك في علياه في ذكر هذه القصة: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تهيأت لك وتزينت لك. فماذا قال يوسف عليه السلام مع أن جميع الأسباب تتيح ليوسف أنه يعصي الله عز وجل؟ جميع الأسباب، قوة وشباب وامرأة العزيز جميلة، ومع ذلك هي التي دعته إلى الفاحشة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، معاذ الله أني أفعل هذا السوء. لأن يوسف عليه السلام تذكر أن الذي خلق الظلام يراه جل في علاه وتبارك في علياه، فتذكر يوسف أن الله عز وجل هو المطلع الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. صحيح أن الإنسان يستطيع أن يفعل المعصية، صحيح أن الإنسان يستطيع أن يعصي الله عز وجل ولا يراه أحد، ولكن الله عز وجل هو الرقيب المطلع على كل الخبايا سبحانه وتعالى. فقال معاذ الله، قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون. صحيح أننا نقدر نمشي أموري، نقدر نستجيب لداعي النفس ولشهوات نفسي، ولكن لا يفلح الظالمون، لن أربح لا في الدنيا ولا في الآخرة. فأي خير وأي سعادة في معصية الله جل في علاه وتبارك في علياه. فيقول الله جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما
أخلص يوسف عليه السلام مع الله عز وجل، وكان عنده رصيد من قبل مع الله عز وجل، كان عنده أعمال صالحة، نجاه الله عز وجل من هذه الفتن وجعله إمام من أئمة الدين، فرفعه الله عز وجل بعد هذا الابتلاء وجعل قدره هناك مع الصالحين. وكذلك يقول الله عز وجل في هذا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قم غير للخير حياتك واستنهض همما النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قدام، غير هذا أيها الأحباب. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا فيه المبالغة في أنك تخفي الأعمال الصالحة، ولا سيما الصدقة، أنك تخفي الصدقة متاعك قدر الإمكان، لدرجة أن إيدك اليسار ما تشبحش إيدك اليمين لما تتصدق. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وباب الصدقة أيها الإخوة باب عظيم جدا. يقول الله جل في علاه وتبارك في علياه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه له وفوقها ما وله أجر كريم، أجر في الدنيا والآخرة. الصدقة تطفئ غضب الرب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وكذلك الصدقة أيها الأحباب تطفئ الخطايا والذنوب بصفة عامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صدقة السر تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار. وكذلك الصدقة أيها الأحباب ينتفع بها في التداوي، فهي دواء لجميع الأسقام الجسدية والحسية والمعنوية بصفة عامة. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: داووا مرضاكم بالصدقة. فالصدقة بابها عظيم وكبير جدا، فعلينا أن احنا نتصدق بقدر الإمكان، لأن الإنسان كل اللي ينفق لازم أنه يستحضر هذا الكلام، أنه اللي ننفق في سبيل الله هو اللي يبقى، واللي ندسه في جيبي هو اللي إلى زوال وإلى انتهاء. ولكن الشيء اللي باقي واللي قاعد هو أني لما نتصدق صدقة أبتغي بها وجه الله جل في علاه وتبارك في عليا. أيها الأحباب، أفضل موضوع للصدقة يديرها الإنسان أنه يدير موضوع صدقة جارية، حيث أن الصدقة هذه تقعد له بعد ما مات. هذا أفضل موضوع، حيث أنه يبني مسجد لله، أو يحفر بئر، أو يبني بيت لعابر سبيل أو لابن السبيل، أنه يعني يبني له بيت بصفة عامة ويقعد فيه ويقعد صدقة جارية بعد ما يموت، أو يورث مصحف، أو يجري نهرا، أو يعني يغرس نخلة، أو يورث كتابا، أي شيء يقعد له بعد ما ماته وينتفع به المسلمين بعد ما يموت يعتبر من الصدقة الجارية. فعلينا أن احنا نحرص على هذا الجانب. وأهم شيء في الموضوع أيها الإخوة والأحباب أن نستحضر موضوع الإخلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا في بداية الحديث، حيث قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالموضوع الإخلاص أيها الأحباب موضوع هام وخطير جدا في هذا الباب وفي جميع الأبواب. أي عمل أبتغي به وجه الله عز وجل ومن غير إخلاص معناه خليه عندك خير، لأنه من غير إخلاص مش حينفعك وحيجعله الله عز وجل هباء منثورا. فأي عمل أبتغي به وجه الله عز وجل يجب أن نحرص بالدرجة الأولى على الإخلاص. وكلنا نعرف أيها الأحباب يعني ثلاثة أنفار اللي يسألهم الله عز وجل يوم القيامة عندما يعرفهم نعمة، وأول من تسعر فيهم النار هذوم الثلاثة: الأول المجاهد في سبيل الله اللي مات في سبيل الله، والثاني المتصدق اللي أنفق ماله في سبيل الله وقارئ القرآن. نأخذ منها المتصدق، عندما يأتي أمام الله عز وجل ويعرفه الله عز وجل نعمه عليه في الدنيا فيقول له: ماذا فعل؟ فيقول الله عز وجل: أنفقت مالي في سبيلك يا رب. فيقول الله عز وجل له: كذب.
بل أنفقت ليقال كريم أو ليقال جواد، وقد قيل وخذا تجرك في الدنيا وتسكر موضوعك. فنعتني بأمر الإخلاص أيها الأحباب، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قم غير للخير حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قدام، غيرها دنياك لتحياك حياتك بارك. أيها الأحباب، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعمة البكاء خشية الله، هذه النعمة النادرة والعظيمة أيها الأحباب، قليل من يتذكرها، قليل منا اللي يتذكر في هذه النعمة، قليل منا اللي يقدر الله عز وجل حق تقدير. يقول جل في علاه: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قم غير للخير حياتك واستنهض همم النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى واعقد عزمك. أيها الأحباب، إننا في زمان قد تحجرت قلوب أهله، وقليل من يستحضر نعمة البكاء من خشية الله جل في علاه، قليل منا اللي يتذكر النعمة هذه ويستحضرها ويعيش معها. فنعمة البكاء من خشية الله مش أي واحد راه يعطيها لله عز وجل، لا، وإنما يختار الله عز وجل من عباده وممن اصطفاهم ويعطيلهم النعمة هذه. فاللي عنده النعمة هذه يشكر الله عز وجل عليها ويعض عليها بالنواجذ. بصفة عامة قلوب أهل هذا الزمان، قلوبنا يعني بصفة عامة في وقتنا هذا تحجر وأصابها الران والعياذ بالله، إلا من رحم الله، فقليل زي ما قلنا اللي يستحضر في النعمة هذه. لذلك يقول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك كلما كان الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما كان قلبه أكثر وأكثر خشوعا وأكثر قربا وأكثر يعني رقة. يقول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان أواه: إن إبراهيم لأواه حليم منيب. شن معنى قوله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أواه؟ أواه هي كثير التأوه من خشية الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. جبريل عليه السلام بما أنه ملك ومعصوم، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيته كالحلس البالي من خشية الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ما لي لم أرى ميكائيل يضحك. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الملائكة فرحت به وابتسمت في وجهه، لكن ميكائيل لا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل: ما لي لم أرى ميكائيل يضحك؟ فقال له: لم يضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. فسبحان الله، نحن أولى أيها الأحباب بالخوف من الله عز وجل، نحن أولى بأن نحن يعني نستشعر عظمة الله عز وجل ونراجع ذنوبنا ونصحح أخطائنا ونرجع إلى الله عز وجل بصفة عامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. تعالوا أيها الأحباب نشبح السلف الصالح كيف كانوا في هذا الموضوع.
السلف الصالح لما نجون نشبحوهم نلقوهم أكثر رقة منا احنا، بما أنهم أكثر قربة لله عز وجل، أكثر قربة لله وأكثر اجتهادا في الأعمال الصالحة، ومع ذلك تلقاهم سبحان الله قلوبهم لينة وأكثر خشوعا وأكثر بكاء، كثر بكاؤهم وقل ضحكهم، واحنا سبحان الله بالعكس كثر ضحكنا وقل بكاؤنا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لأن أبكي دمعة لله أو من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ويقول كعب الأحبار: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهب. يروى عن الحسن البصري رحمه الله أنه قام ليلة فزعا، قام من نومه ليلة فزعا وجعل يبكي، ناض من الليل هيك فجأة وقعد يبكي ويبكي ويبكي إلى أن أيقظ أهله معه، لأن أهله كلهم ناضوا معه، وقالوا له: ما الذي يبكيك؟ فجعل يزداد بكاء حتى أبكى جميع أهله. سبحان الله، تخيل أن الحسن البصري موقف بالسكي، خلينا نستحضروه ونحطوه قدام عيوننا، شخص راقد ينوض في الليل ويبكي، شنو اللي بكاه ويزيد يبكي؟ شنو اللي بكاك ويزيد يبكي؟ ما الذي أبكاك يرحمك الله؟ فقال: تذكرت ذنبا لي فأبكاني. ذنب واحد ذكر الحسن البصري، ناض في الليل فزع فقعد يبكي. نجو نسألوا أرواحنا أيها الأحباب بصفة عامة، كل واحد مسؤول عن نفسه، ويسأل نفسه بينه وبين الله عز وجل، أو بينه وبين نفسه، متى آخر ذنب خلاك تبكي من خشية الله عز وجل؟ أو متى بكيت من خشية الله آخر مرة؟ احنا سبحان الله نحطوا روسنا ونرقدوا، وسبحان الله مرات نوض الظهر والصبح نصلوه حتى مع الظهر وما نعدلوش عادي والامور طيبه. الحسن البصري رحمه الله ناض في الليل وقت السحر ويبكي، شنو اللي بكاه؟ ذكر ذنب فابكاه وجعل يبكي من خشيه الله جل في علاه وتبارك. غير للخير حياتك واستنهض همما النوام، قم حرك أمة مليار فالأمة ترجوك همام، وانشر بين الناس الحسنى. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في أمرنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الناس الحسنى واعقد عزمك في قداب، غيرها دنياك لتحياك حياتك بار الأعلام، عاشوا في الدنيا سعداء فازوا في الأخرى بسلام، زرعوا أخلاقا وسقوا